كملين معاكم مشاهدينا طبعا باستضافة مهمة جدا راح تكون معنا اليوم، ولكن حابين هيك نبلش بمقدمة جدا جميلة. نعم، نتواصل معكم من خلال مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكر، وهي مبادرة وطنية تم إطلاقها من قبل جلالة الملكة رانيا العبدالله في 28 من شهر نيسان لعام 2015، لتكون إحدى المبادرات المنبثقة عن جهود وزارة التربية والتعليم الهادفة لتحسين الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة الصفوف المبكر في جميع أنحاء المملكة. مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكر هي مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة التنمية الدولية البريطانية UKAID، ينفذها فريق عمل مشترك بقيادة وزارة التربية والتعليم. ومن أهم أهداف هذه المبادرة تحسين مهارات القراءة والحساب لدى جميع طلبة مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى في الأردن، من خلال تنمية وتطوير وتعزيز مهارات وقدرات التعلم الأساسي التي يحتاجها الطلبة خلال مراحلهم الدراسية الأولى، لما لهذه المرحلة من أهمية وخصوصية، فهي تمهد للمراحل المتوسطة والمتقدمة كأساس لعملية التعلم والتعليم. طبعا مشاهدينا، كان في سؤال على السوشيال ميديا: هل تعتقد أن الأهل يمكنهم تطوير مهارة الحساب لدى أطفالهم من خلال اللعب؟ كان في طبعا كمان تعليقات على هذا الموضوع. الناس كثير بتحب تنشر أنه هل هو أساسي موضوع تطوير مهارات طبعا الحساب لدى الأطفال؟ في طبعا كثير مواضيع مشاهدينا حابين نحكي عنها اليوم. هاي الاستضافة ليش كثير مهمة؟ عشان أساس الأطفال وأساس كيف الواحد يأسس طفل هي مرحلة رياض الأطفال. إذا هم تأسسوا صح بالقراءة بالحساب بشكل عام، تعليمهم كان قوي رح يستمر، وبالمقابل من يعني كلها رح تخدم أهلها، وطنها، تخدم حالها. بنشوفهم ناجحين، بنشوفهم فعلا متميزين لقدام. طبعا نشوف الناس شو جاوبت على هذا السؤال مشاهدينا، أنه هل تعتقد أن الأهل يمكنهم تطوير مهارة الحساب لدى أطفالهم من خلال اللعب؟ طبعا علي الحميدات بحكي نعم، ولكن مش طول النهار لعب، في أساسيات أخرى ليتواكب فيها الطفل في مجال الحياة. وصالحة بتحكي نعم ممكن، وسجى بتحكي أكيد. شفنا تعليقات مختلفة، أمور يعني الناس بتجاوب، بس الإجابات كانت جميلة. هو يعتبر أساس. نعم. يعني أساس الطفل وتربية الطفل. نعم. تعتبر يعني أساسيات الطفل أو تربية الطفل لنحكي. نعم. دائما بيحكوا هي التربية، التربية شو هي؟ هي أساس نشأة الطفل. فكل ما يعني نمينا من تفكيره وساعدنا الطفل أنه يوصل لمرحلة معينة خلال حياته أو خلال مرحلة طفولته، كل ما كانت أحسن طبعا. نعم طبعا مشاهدينا، في هذه الحلقة راح نتناول دور وزارة التربية والتعليم ومبادرة القراءة والحساب في إشراك الأهل لدعم تطوير مهارات أبنائهم، خصوصا مهارة الحساب خلال العطلة الصيفية. نعم، كما تحدثنا في الحلقة السابقة أنه خلال العطلة الصيفية معظم الأطفال بيتجهوا نحو اللعب والأجهزة الإلكترونية وبيبتعدوا عن التعليم، ومن الممكن أنه يخسروا بعض من مهاراتهم اللي بيكتسبوها خلال السنة الدراسية. لذلك تقوم مبادرة القراءة والحساب من خلال اجتماعات أولياء الأمور ومن خلال الموارد التي يقدموها للأهل بتقديم بعض النصائح التي تساعدهم على الحفاظ على مهارات أبنائهم، خصوصا الحساب خلال العطلة الصيفية. كما أن المبادرة تقوم بإرسال رسائل نصية للأهل خلال العطلة لرفع وعي الأهل بدورهم المهم في دعم تعلم أطفالهم للقراءة والحساب في الصفوف المبكرة، وتتضمن بعض الممارسات السهلة. نعم. للقيام بهذا الدور. يعني قديش حلو أحمد أنه يعني حتى مش حتى عم بتواصلوا مع الأطفال بس، يعني مش عم بحققوا أمال الأطفال، يعني قديش برضو من الأطفال أحمد، يعني هي صارت ظاهرة منتشرة عنا بالمجتمع، أنه الطفل صار مجرد ما أنه ماما يلا بدي أدرس، يلا تعال على دراستك مثلا، لا أنه لازم مثلا بدي ألعب على الآيباد،
فلا روح خلص دراستك وبعدين تعال العب بالايباد. مش كل الاهالي بيقدروا يتحكموا بطفلهم، يعني الطفل كثير مهم النظام بحياته، فكل ما كان حدا بيقدر ينظم لك حياتك ان كان من الاهل او ان كان من المعلمه، من المعلم، من الجهه اللي بتبادر بالتعليم للطفل. اكبر غلط انه الطفل يضل ساعات ماسك الايباد. نعم مشاهدينا، خلينا نروح لتقرير لحتى نشوف، طبعا معنا تقرير مصور يظهر لنا بعض من هذه النصائح. نعم. والممارسات، خلينا نشوف هذا التقرير. زي كل يوم نلعب لعبة جديدة، اليوم نلعب لعبة هلا مختلفة وجديدة. تمام ناخذ كم شمس دور كتار صح؟ طيب حطيتهم هلا معكم. ايوه كيف كيف تمام. هلا دنيا ريتان وزين، قديش هذول بابا انتو بتتوقعوا يكون عددهم؟ 17. ريتان قالت 17، دنيا انا قلت 18. دنيا قالت 18. تمام برافو برافو. زين 18. يعني دنيا قالت 18 وزين قالت 18 وريتال قالت 17 صح؟ طيب تمام خلينا نشوف مين اكثر واحد صحر واللي اكثر واحد راح ياخذهم. خلينا نبلش. زين قاعد زين برافو عليكم انتوا اقرب اشي للعدد 17، انتوا قلتوا 18 صح؟ هلا راح اوزع عليكم 6 للدنيا و6 لزين بضل قد ايه مجموعهم 6 زائد 6. تعليم العمليات الحسابية للأطفال كان صعباً واعتيادياً ولا يتكرس بذهن الطلبة من الصفوف المبكرة، إلا أن جاءت مبادرة القراءة والحساب لتعيد للمعلمين والأهالي حساباتهم بطرق تعليم الأطفال الجمع والطرح ليعتمدوا على التفكير لا على طرق يدوية. الطرق الجديدة في تعليم الحساب لقت إعجاب الأهالي الذين يخوضون هذه التجربة، ومن خلالها يستطيع الأب أو الأم استخدام أدوات منزلية أو ما يتوفر للعد والجمع والطرح ويكون حافزاً للأطفال. قراءة من خلال مبادرة القراءة والحساب واليوم المفتوح اللي بيعملوه في بداية السنة الدراسية واجتماع أولياء الأمور بوزعوا علينا منشورات. هاي المنشورات ساعدتنا كثير كأهل نوصل الحساب لأولادنا بطريقة غير مباشرة وبطريقة اللعب. وعتنا كثير ووعت أولادنا على هذا الموضوع. كان موضوع الحساب بالنسبة لنا موضوع تلقين، بس من خلال هذه المبادرة تعلمنا أساليب جديدة باللعب من خلال حياتنا اليومية، من خلال الشغل اللي بعمل فيه بالمنزل. ومن هاي الأمور اللي تعلمناها وأنا صرت أطبقها حالياً مع بناتي من خلال المبادرة، لما نروح على سوبر ماركت، لما بدي أروح على سوبر ماركت بعطي بنتي مبلغ من الفلوس دينار اللي هو 100 قر، وبحكي لها هاي الدينار وقديش بدي إيش بدك تشتري فيه، بدها تشتري بسكوت، بدها تشتري عصير حسب سعره. إذا سعره 20 قرش بسألها على جنب، هل الدينار اللي أعطيتك إياه كافي لإنك تشتري الحاجات اللي بدك إياها؟ إذا قالت لي كافي أو غير كافي بسألها كيف عرفتي؟ أعطيني الطريقة اللي عرفتي فيها الموضوع. كمان في المطبخ تعلمت إن أخلي بناتي معي في المطبخ يتعلموا أمور كتير من خلالها أولادي. مثلا بدي صينية مدورة وأقول لهم جيبوا لي صينية المدورة، من هون بتعلموا كمان الأشكال وبتضلها راسخة في مخهم أكثر من إنه يكون تلقين الموضوع. بدنا الصينية المدورة أو بدي المربعة حسب الشكل يعني اللي متوفر عندي في البيت. وجاءت مبادرة القراءة والحساب بدعم من الوكالة الأمريكية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لترسيخ منهجيات وسياسات وممارسات تعلم القراءة والحساب التي تدعم تطوير وتنمية القراءة باستيعاب والحساب بفهم.
يعني شفنا التقرير مشاهدينا، واليوم راح تكون معنا المشرفة التربوية في وزارة التربية والتعليم الست نادية الخوالدة لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. جميل وشاكرة لكم استضافتي في مثل هذا الوقت الذي يتزامن مع العطلة الصيفية اللي أطفالنا بحاجة لنقدم لهم الدعم ومواصلة التعلم لهم أثناء العطلة الصيفية. نعم ست نادية، أسعد الله صباحكم. الله يسعد صباحك ست نادية. اليوم شاهدنا مع بعض التقرير اللي طلع من شوي، في مجال تشرحي لنا أكثر عن العملية اللي قام فيها الأب مع أطفاله، وشو العملية المستفادة من أو شو الدرس المأخوذ من هذه العملية؟ نعم. أثبتت الدراسات بأنه مشاركة الأهل لأبنائهم في التعلم يعمل على زيادة دافعية تعلم الأطفال. نعم. وتشجيعهم على التعلم خاصة بما يتعلق بالحساب والرياضيات. نعم. فإذا لاحظنا أنه الأب خلال التقرير عمل على أنه يوظف الحساب في الحياة، فكان على شكل لعبة للأطفال، ما حسوا أنهم ضمن إطار مدرسي أو داخل إطار مدرسي. فهي أحد الألعاب التي يتم توعية الأهل فيها من خلال مبادرة القراءة والحساب في الموارد التي يتم توزيعها عليهم. فبالتالي الأب قام بلعبة التخمين، كم يوجد معي حبة شوكولاتة، فبالتالي الأطفال عملوا على أنهم يخمنوا كم العدد، وهذا نوع من أنواع التقدير اللي بنستخدمه في الحساب. نعم. إذا بدنا ننمي الحس العددي عند الطفل يجب أن نركز على العدد بالبداية، فالأب عمل على تنمية كثير من المفاهيم الحسابية بطريقة عفوية لم تشعر الأطفال بأنهم يتعلموا، وبالتالي نعم. علمهم على التقدير، علمهم على القسم، علمهم على العد، لكن بطريقة غير مباشرة. ولاحظنا كيف الأب عمل على تقديم التعزيز والتشجيع للأطفال بالتعلم بطريقة غير مباشرة، فبنهاية التقرير قام بتوزيع حبات الشوكولاتة عليهم وبالتساوي أيضا. فلا يجب أن نضع مواقف الحياة لكي يتعلم منها أبنائنا أو أطفالنا. فبالتالي العملية كلها التي تمت في التقرير هي عبارة عن عملية تعلم، لكن بشكل عفوي وبشكل غير إرادي، لم يشعر الطالب أنه ضمن ضغط المتابعة والتدريس. نعم. فاستفاد هون من العطلة الصيفية بأنه خلال موقف بسيط استطاع الأب أن يدعم أبنائه ويتعلم عديد من مفاهيم الحساب ومفاهيم الرياضيات من خلال موقف بسيط. جميل. طب ستنا هلا نحن كنت تحكي عن زي ما شفنا الفيديو عن لعبة بسيطة ممكن تنعمل مرة باليوم، قاعدة كثير بتدعم الأطفال بدون ما ينتبهوا مثلا إنه هي عم بتعلموا، لا هي بشكل عفوي. بس إيش في كمان ألعاب ممكن يمارسوها بتلعب دور أساسي بتحسين وتعزيز مهاراتهم للقراءة والحساب؟ الحساب ليس مفصول عن الحياة، هو جزء من الحياة ومهم جدا في حياة الطفل. لا نستطيع الحياة من غير حساب، فكل مواقف الحياة التي نمر بها هي حساب. وأهم قيمة للحساب إنه أعمل على تنمية تفكير الطفل، كيف أنمي موقف وأنمي تفكير الطفل بنضعه داخل مشكلة بالمواقف الحياة، مواقف حياتي. فبالتالي إذا أنا عملت على تطوير تفكير الطالب من خلال المواقف الحياتية، يمكن أن أستخدم جميع المواقف الحياتية أثناء ذهاب للتسوق. يمكن للأهل أن يأخذوا الطفل معهم إلى التسوق ويقوم بعملية البيع والشراء. أثناء عملية البيع والشراء فيها جمع، فيها قسمي، فيها عد، فبالتالي الطفل يشعر أنه مسؤول عن تعلمه. نعم. ويمارس الحساب بالحياة بشكل عام. أثناء دخول الأم للمطبخ ممكن أنها تصطحب أطفالها معها إلى المطبخ، فبالتالي الطفل راح يشوف يفرق بين الأوزان والكميات، أيهما أكثر أيهما أقل، علما بأنه كل المفاهيم الرياضية هي عبارة عن ردة فعل طبيعية من الله عز وجل للطفل. إحنا بنحاول نطورها وننميها إما كأولياء أمور أو كمعلمين. نعم. فبالتالي أنا إذا عملت على تطوير هذه ردة الفعل الطبيعية من الله عز وجل للطفل، صحيح، فتنمو وتستمر، فما بيكون المدرسي بمعزل عن الحياة. فالعطلة الصيفية ليس معزل عن المدرسة، هي مكملة للمهارات التي تعلمها الطفل في المدرسة. نعم. فكثير من الألعاب إنه نحول جميع المواقف الحياتية التي يمر بها الطفل
إلى على شكل ألعاب. بسوى إنه مثلاً الأم تحكي له أو الأب يحكي لطفله إنه بدنا نروح اليوم على المول، بدنا نروح على المؤسسة، بدنا نروح على السوبر ماركت، خلينا نجمع الأغراض اللي إحنا بنحتاجها، نحسب كم نحتاج ناخذ معنا مصاري حتى نقوم بعملية الشراء. جميل. فجميل جميع مواقف الحياة بإمكان الأهل أن يستفيدوا منها ويستغلوها في تعليم الحساب. لما للحساب من أهمية في حياة الطفل، فبالتالي هو ليس فقط للحياة، أيضا هو أساس العلوم الأخرى. إذا الطفل بده يتعلم بالعلوم الأخرى وأطوره بالعلوم الأخرى والمهارات الأخرى، يجب أن أعلمه الحساب. جميل. وخاصة العد، وأهم مهارة فيه هو الحس العددي. يشعر الطالب أو الطفل بكمية العدد، بقيمته، بحجمه، لأنه هذا الحس العددي أو العدد هو الأساس في تعلم الحساب. نعم. والحساب هو الأساس في تعلم العلوم الأخرى، وهو الأساس في تعلم المهارات الحياتية الأخرى. فالحساب جميل. جزء من حياتنا، ما بنقدر أنه نفصله عن مواقف أكيد. الحياة. نعم. طب انتم كوزاره التربيه والتعليم يعني بشكل عام دائما بتدعموا المبادرات، يعني بتعملوا مبادرات صحيح. لتوعيه الاهل وايضا توعيه الاطفال عن طريق اهلهم صحيح. نعم. فخلال العطله الصيفيه شو بتحبي انت يعني تقدمي نصيحه للاهل لحتى يقدروا يوعوا فكر طفلهم؟ بالبدايه دور وزاره التربيه والتعليم ومبادره نعم. القراءه والحساب عملت مبادرة القراءة والحساب على تفعيل دور الأهل وتغيير الآلية والطريقة التي يدعم فيها الأهل أبنائهم. كانت المتابعة عبارة عن أنه الطفل يحضر شنطته وشو أخذت اليوم، لا الآن صار دور الأهل داعم من المنزل. في أثناء الدوام أو أثناء الدوام المدرسي يتم عقد 4 اجتماعات. هذه الاجتماعات يتم فيها مع الأهل، يتم فيها توزيع مجموعة من الموارد لمبادرة القراءة والحساب. الموارد تحتوي على كثير من النصائح التي تقدم للأهل. كيف تدار هذه أو كيف تصل هذه الموارد للأهل؟ من خلال الاجتماعات الأربعة، ويتم جلسات نقاشية ما بين المدرسة والمعلمين وبين أولياء الأمور. فالعلاقة تشاركية، المدرسة تقوم بتقديم الدعم لأولياء الأمور، كيف تدعمون أبناءكم من المنزل في تعلمهم، كيف تطوروا المهارات. فهذه الموارد مجموعة من الموارد، 4 موارد، هذه الموارد تقدم النصائح إلى الأهل، تتم من خلال الاجتماعات الأربعة. عدا عن أنه يومين من ضمن برنامج مشاركة الأهل، اليوم المفتوح الأول ويتم في الفصل الأول يتم فيه مناقشة كثير من القضايا وكيف الأهل دورهم في تعلم أبنائهم وتقديم دعم أبنائهم. واليوم المفتوح الثاني يتم فيه توعية الأهل بخصائص النمائية للأطفال. جميل. الأطفال بحاجة إلى طريقة واستراتيجية حتى إحنا نقدر على تعلمهم، فيتم تثقيف الأهل، توعيتهم، وبالطرق أو بالطرائق المهمة في تقديم الدعم لأبنائهم. جميل. أيضا تقوم المبادرة بإرسال رسائل نصية، وأنا من هذا المنبر أوجه للأولياء الأمور، خذوا هذه النصائح أو هذه الرسائل بجدية، لأنها تحتوي على نصائح تذكركم كيف تتعاملوا مع أبنائكم أو كيف تقوموا بتقديم الدعم المستمر لهم في التعلم. جميل. يعني احنا بنعرف الكلمة ممكن بتأثر بالطفل. نعم. التصرف اللي بيقوم فيه الأهل كمان. قديش حلو ان انتم قاعدين تعملوا اجتماعات وتذكير، وزي ما ذكرتي اشي جدا مهم اللي هو التوعية، كيف توعية للأهل كيف يتعاملوا ببعض المواقف مع أولادهم، بخصوصا بالمراحل نحكي الأساسية، عشان لما نحن بنتعامل صح من ورجيهم الدراسة ولا القراءة ولا الحساب بطريقة صحيحة، لما يكبر أو مثلا يوصل توجيهي أو غيره ما بيكون عنده خوف، أو هو زي هي رد فعل عكسي بالنسبة للدراسة، بتلاقي آلية التعلم وحبه للتعلم بصير من وجهة نظر تانية، يعني بصير بحب يتعلم عشان في نشاطات، في أمور زي ما تفضلتي حضرتك بتحكي بشكل عفوي بتصير صحيح. وعفوية، فبتلاقيه بصير يحبها وبتنمي الذكاء عنده صحيح. بتلاقيه بصير يحسب أكثر، يعمل أكثر. حتى ممكن زمان، ممكن إحنا وآبائنا بتلاقيهم ما كانوا يستخدموا الآلة حاسبة كثير. هلأ إحنا كل إشي على هالتليفون، احسب لو حتى عدد صحيح. صغير، بتلاقيهم بيحسبوا أرقام، أو ممكن يطلع ورقة وقلم
صحيح. يعني هاي نحن كنا نشوفها يعني، ففعلا أشياء بسيطة أو ممارسات يومية بتنمي أكثر للطفل يعني. صحيح أستاذ، لأنه إذا عملنا على أنه الطفل يستخدم أكثر من استراتيجية في الحل، وأنا شجعته وطرحت عليه أسئلة كيف تعاملت مع هذه الأرقام، ببني ثقة عند الطفل في الحساب، بطل يخاف من الأرقام، بصير يحللها ويركبها، وهذا ما يسمى عندنا بتلاعب الأعداد، فبصير الطالب عنده ثقة بالتعامل مع الأعداد، بيحلل العدد، بيركبه، بيحاول يصل إلى استراتيجية خاصة فيه بالوصول للحل. جميل. دور الأهل هون إنه أنا دائماً أطرح على الطفل سؤال، كيف عملت هيك؟ كيف الإيجابي؟ كيف حصلت على هاي الإيجابي؟ فالطفل بالتالي بعطيه الطريقة التي فكر بالوصول للحل فيها. جميل. دوري كأهل أشجع الطفل. أحيانا أنا من الواقع يعني أمهات لما ألتقي فيهم بيحكوا لي صرنا نتعلم استراتيجيات جديدة في الحساب من خلال طرق تفكير أطفالنا. فبالتالي بيكون عند الطفل أكثر من استراتيجية، وحتى أنا أنمي هذه الاستراتيجيات أو هذه المهارات يجب أن أركز على العد، تلاعب بالأعداد وحل المسألة. وحل المسألة ضروري جدا. حل المسألة هو عبارة عن مشكلة بطرحها على الطفل، وهي مشكلة حياتية. نعم. تمام؟ أنا معي 15 أو معي نصف دينار. نعم. بدي أوزعها عليكم أنتوا الاثنين الإخوان، كم نصيب كل واحد بالتساوي؟ الآن أنا هون علمت الطفل قسمي، علمته العدل، علمته وممكن يعطيني الطفل طرق مختلفة للوصول للحل. ممكن يحكي أنا بفك 5 عشرات، بعطي أخوي 10 و10 و10 و10، بظل معي 10 بقسمها نصفين، فكل واحد بأخذ 25. أيضا أستاذ خلينا نأخذ استخدام النقود. كأهل ممكن أنا أستفيد باستخدام النقود لتنمية هاي المهارات الموجودة عند الطفل. إنه الدينار كم فيها؟ نصف دينار كم فيها قرش؟ كم فيها 10؟ معك نصف دينار بدك تشتري ب20، كم يبقى معك؟ حتى بتساعده بحياته اليومية. تمام. هاي صحيح، أشكرك. هاي كلها مواقف حياتية وكلها حل مسألة. حتى أعلم الطفل يجب أن أضعه في مشكلة ويبحث عن حلول للمشكلة. فأنا ممكن كل المواقف الحياتية أجعل منها مسألة للطفل يحلها. تمام. حتى طفل رياض الأطفال مثل ما حكينا ببداية الحديث إنه هذه ردة فعل طفل، ردة فعل طبيعية. نعم. للطفل. إذا بتشوف طفل عمره 5 سنوات بيطلع على الدرج، شو بيعمل؟ بصير يعد لحاله تلقائيا. صح. لما تعلم العد من وين؟ لأنها هي موجودة فطرة عنده، العد عند الطفل فطرة، المقارنة وين الأكثر وين الأقل هاي فطرة. تمام. جميل. ايضا اذا الطفل وضعته في حل مشكله او بحث عن حلول للمشكله، ممكن تتطور عنده مهاره الحساب اكثر ويصير يحسب حساب ذهني زي ما تفضلت. بنشوف الاطفال الاذكياء جدا، يعني حتى بيطلعوا على البرامج يعني بيحسبوا المعادلات بطريقه جدا سريعه، فهذا اكيد بيعتمد على الشيء اللي بتحكي عنه انه هو بنمي فكر ابني من هو طفل صغير. طيب خليني بدي اسلط الضوء شوي، قد ايه حكينا عن الطفل وقديش حكينا عن الاهل، خلينا شوي نحكي عن المعلم. المعلم له دور بتطوير فكرة الطفل. تمام. المعلم هو الاساس. نعم. تمام. وهو الذي يقوم بتنمية هذه المهارات. الأهل كما مثل ما حكينا مكملين ويقدمون الدعم من المنزل. نعم. لكن المعلم هو الذي يعمل على تطوير هذه المهارات، وخضع جميع المعلمين لاستراتيجيات. نعم. جديدة في تطوير هذه المهارات، تطوير الحس العددي، تطوير العدد، التلاعب بالأعداد، وهذه المهارات وحل المسألة، هذه المهارات تحتوي على كثير من الاستراتيجيات يتم تنميتها للطفل في داخل الغرفة الصفية. فالمعلم الآن على وعي تام وبيقوم بممارسات عملية داخل الغرفة الصفية تحاكي الحياة. نعم. تمام. نعم. فإحنا بنعلم الحساب من أجل الحياة، ما بنتعلم الحساب أجل أشكرك. إحنا بنعلم الحساب من أجل الحياة حتى الطفل يقدر يواجه مشاكل الحياة. صح. فأنا لما أعلمه على حل المسألة بعلمه طرق التفكير، على فكرة بعلمه كيف يفكر، كيف يلاحظ، كيف يستنتج، كيف يضع فروض لحل المشكلة. نعم. فبالتالي يصل إلى الحل بطريقته هو. هون الطفل بصير مسؤول عن
تعلمه. أكيد. والمعلمين في الغرف الصفية يشجعون ويدعمون ويدرسون بهذه الاستراتيجيات. نعم. فهم كأنهم بيعلموا الطفل الآلية أو الطريقة التي ممكن تفكر فيها، وبالتالي كل طفل عندنا داخل الغرفة الصفية يفكر بطريقته، والمعلمة صح. تأخذ الطريقة المناسبة وتعرضها أمام الأطفال كي يحاكوها. أكيد. بس حاب أعلق على هذا الموضوع كمان، الحساب كثير بيساعد الطفل والمدرسة خصوصا، ونحن بنعرف كيف حصص وبيكون الحصة مرتبطة بوقت زمني. الحساب وهي الطريقة بتساعد الأطفال إنهم يحسبوا حساب للوقت. نعم. بتلاقيهم منظمين أكثر، بصيروا والله أنا من هاي الساعة لهاي الساعة بالمدرسة، قد إيه الحصة هي مدتها، فبتلاقيهم احترام أكثر وعندهم صحيح. صار الوقت ثمين أكثر، يمكن باللاوعي بصيروا يحسبوا هاي الشغلة. نعم. يعني ست نادي إحنا بنشكرك على وجودك معنا اليوم، وشاكرين جهودكم بوزارة التربية والتعليم، وإن شاء الله طبعا إحنا دائما نأمل بتحسين وتطوير لمستوى التعليم ودائما مستوى الأطفال. نحن الحمد لله بالتعليم الأردن بشكل عام ومقارنة بالدول الحمد لله ماخدين مراتب جدا عالية، فإن شاء الله دائما في تطوير وفي تحسين. شكرا لك. شكرا لكم. وأنا بقدم نصيحة لأولياء الأمور بالنهاية. أكيد. لنحاكي المسائل الحسابية، الحساب ليس مجرد أرقام وأعداد فقط، الحساب نعم. هو يجب أن يتم بفهم، لنطرح على أطفالنا أسئلة كيف ولماذا دائما. شكرا لكما وشكرا لاستضافتي. أهلا وسهلا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ومكملين معاكم، ما تروحوا مكان.